احتفلت مصر للعام الثاني على التوالي باليوم العالمي لغسل الايدين بسقية الصابون. أقيم الاحتفال بتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف والمجلس المصري للأطباء ممثلة للمجتمع المدني والقطاع الخاص، ويقام هذا الاحتفال في 80 دولة حول العالم في نفس التوقيت. بيرجع الهدف من إقامته في مصر إلى نشر الثقافة والوعي الصحي بأهمية غسل الإيدين والنظافة البدنية لتجنب الأمراض. أنا شايف اليوم ده يوم مهم قوي، وانا بحب اشارك في اي حاجه فيها اطفال، بالذات الاطفال الموجودين النهارده فئات مختلفه واعمار مختلفه، وبنقعد نتكلم معاهم اهميه غسيل الايد وانا كلمت معاهم بصراحه عن غسيل الايد وغسيل السنان. انت عارفه المأساة اللي احنا فيها، كتير قوي من الاطفال للاسف بيتربوا في البيت، واحنا دايما نقول النظافه من الايمان النظافه من الايمان، بس هم بيلاقوا اللي حواليهم مش بيغسلوا ايديهم ولا اسنانهم فبيطلعوا زيهم وفاكرين ده الطبيعي، فبنقعد نعملها لهم بطريقه فاني زي المسرحيه اللي انت شفتيها، وبعد كده جينا هنا لعبنا وغرقوني ميه وصابون. فانا شايف دي حاجه كويسه، وانا اتمنى انها نعمل حاجات ايفنتس زي دي في محافظات مختلفه مش في القاهره بس. اتمنى ان احنا يبتدوا يوضبوا الاورجنايزرز هنا، يبتدوا يوضبوا ان اليوم ده يعني مثلا كل اسبوع يبقى في محافظه من المحافظات، تبقى حاجه لطيفه قوي. انا اي حاجه فيها اطفال بحب اشترك فيها. انا بشترك في اليوم العالمي لغسيل الايدين، في ساعات بيبقى في ايفنتس خاصه بالمرضى الكانسر اطفال او كبار حتى بحب احضرها، يعني نزلت من حقهم ان احنا نتواجد معاهم. وكمان بتبسطوا مني، وكمان لعبنا بالصابون وغسلنا ايدينا كل شوية، وكمان لعبنا بالألوان. اتعلمت ايه بقى في كل يوم الجميل ده؟ اتعلمت ان انا احب مدرستي واقعد فيها ساكتة ومؤدبة ما عملتش فيها ولا كل الشكاوي. اتعلمت كمان ان احنا لازم نغسل ايدينا. وكمان وانا لازم كل يوم اجيب صيادة واقعد اصطاد بيها في البيت، وكمان استحمى، وكمان نغسل ايدينا بسنجار، ونغسل رجلينا كمان، وكل الحاجة اللي فينا. أقيمت العديد من الأنشطة الترفيهية اللي من شأنها تحفيز أطفال المدارس على الاهتمام بهذه العادة الصحية لكونهم أبطال المستقبل، والأداء اللي هتعمل على ترسيخ مفهوم النظافة البدنية سواء في المنزل أو المدرسة أو النادي أو الرحلات.